ازيكم عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم جدا. بس اللي اول مره يشوف قناتي هينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها، وكمان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. هقول لكم ازاي النهارده انا بسلق ورق العنب. تمام، هتسلقيه بطريقه سهله وبسيطه جدا، بس قبل ما تسلقيه لازم ترصيه رصه كويسه كده علشان وانت بتسلقيه ما يتلعبكش منك ويتهري منك. تمام، وكمان يسهل عليكي الحشو. وانت بتحشيه طبعا هتلاقي الورقه سالكه كده، هتبقى سهله معاكي. اول حاجه بجيب ميه يا جماعه واحطها على النار، واول ما تغلي هنزل فيها الرصه كده زي ما انتم شايفين، وهسيبها لمده ثواني بسيطه جدا. اول ما بسيبها ثواني كده بتخرجيها على طول من الميه السخنه على ميه ساقعه زي ما انتم شايفين كده. تمام، وهجيب بقى الراسه الثانيه، وشايفين مرصوصه ازاي، راسه جميله جدا وسهله جدا. هحطها بقى كده وهغطسها باي حاجه في ايدك. طبعا مش هتطول عليها في الميه علشان مش يتهري مني خالص، وهخرجها بقى زي ما عرفتكم على ميه ساقعه على طول. هغير بقى الميه بتاعته واحطه في مصفى واسيبه يتصفى خالص، وهبتدي بقى احشي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، واستنونا فيديوهات كتيره جدا. باي باي.